ضيفتي مميزة جدا اليوم بآي ويتنس، عمرها 10 سنين بس وكتبت قصة. رح منشوف كيف وليه ولمين هالقصة انكتبت. بونجور جاي طبيب. بونجور. اسمحي لي يعني رحب فيها قبلك. أكيد. ميراي طبيب، حضرتك والدتها لجاي، وجاي معنا اليوم هون لتخبرنا عن القصة اللي كتبتها جديد اسمها Une aventure inoubliable. وهالقصة انكتبت لحتى تهديها لكاتبها المفضل اللي هو هوبير بن كامون. جاي، ليه قررت تكتبي له قصة؟ باسكو سي اون باسيون بور موا لير اي اكرير ميم انفونتي دي هيستوار دونك بوسكو جو سافي كو سي ان اوتور جو مي سوي باسيوني انفونتي اون هيستوار اي اكرير اي ايماجيني. جاي بتقول انه هيدا هو الشغف اللي عندها اياه، انه تقرا وانه تكتب، ولما عرفت انه رح بتقابل هالكاتب اللي بتحبه كثير ودائما بتقرا له قررت انه هي هالمره تكتب له قصه. جاي، كيف عرفتي انه رح بتشوفيه؟ وين شفتي؟ شو صار؟ كيف التقيتوا؟ On avait fait un vote à l'école. De chaque classe, il y a 35 élèves. De chaque classe, ils prennent 5 élèves. J'étais parmi ces 5. كيف نقوكم؟ حسب شو؟ Par les votes. Dans chaque classe, les personnes choisissent. انتخبوا، انتخبوا لكان 5 تلاميذ ليروحوا على صالون دو ليفر، سي سا؟ Non, tout le monde part au salon du livre, mais il y a un temps précisé pour qu'on puisse partir le rencontrer et faire une interview avec lui. بس انت اصلا بتحبي، يعني انت اصلا بتقري له كثير، شو اكثر كتاب بتحبي له اياه؟ La fille seule dans le vestiaire des garçons. ليه؟ Car que dès que je lis. ما رح تحكيني شوي عربي؟ هي هلا لانه يمكن ملبكه شوي عم تحكي اكثر بالفرنساوي، اوكي. Tu dois essayer si tu peux aller. Ça veut dire, dès que j'ai lu le titre, ça m'a passionné. Une fille dans le vestiaire des garçons. Personne ne voit cette chose. D'habitude, on est timide de rentrer chez les garçons, les garçons chez les filles. عادة بنكون مسحيين انه نفوت عند الصبيين، بس بهالكتاب حسيت انه هالبنت جريئة أكثر لحتى تفوت عند الصبيين، حبيت تعرفي كيف. لأنه جي لو لو ريزومي. اوكي. سا بارل انه سا سي في بار ان بروميي بيزي. Et ça va être la honte publique devant tout un monde de gens et de personnes. لكن أثرت فيها قصة الكتاب لما أول لقاء وأول بوسة لهالشاب والصبية وكل الناس عرفوا فيهم وكيف تصرفت، طبعا كل القصص يعني اللي بيأثروا بالولاد لأنه هن ممكن يعيشوهم نهار أو عيشوهم نهار. ميراي قالت لي جاي إنه هي دائما بتقرا وبتحب تكتب كمان، كيف وبأي عمر بلشت تقرا؟ بعرف إنه حضرتك كمان لك هيك دور بالموضوع. جوي من هي وصغيرة أنا عطول بقري لها صفحة من الإستوار قبل ما تنام، بس بلشت تستوعب أكثر، صار بدها أكثر من صفحة لوقتها صارت هي تقدر تاخذ من بيبيوتيك وإستوارات وتقريهم، بتصير تخلصهم دغري بزيت نهار لتاني يوم تاخذ كمان إستوار تانية وتخلصها دغري. وين بنكون رايحين؟ حيلا مول دغري بتقلي بدي أطلع شوي على ليبريري وجو غتورن دان 5 مينوت، تطلع ونازله شاريه ان وهن عادة الاولاد بيروحوا بيشتروا لعبه او بيروحوا بيشتروا جيب. نو ان بوان فابل عند الكتب. جاي، كومون تشا ديسيدي ديكريغ ان ليفر؟ يعني كتاب لينكتب كتاب منا شغله مزحه يعني. سيتي بور ان كونترول على ليكول دونك دو راكونتي ان افونتور qui s'est marqué avec nous, mais je l'ai inventé. C'était la plus, j'avais la plus haute note grâce à cette histoire. Donc je me suis passionnée, j'ai commencé à lire des histoires, à inventer et de mettre plus de mots scientifiques dedans à partir des livres que j'ai lus. Ah, donc j'ai rabbi techo de chouai. هو بداية الأمر كان موضوع للكتاب بالمدرسة، ولأنه عجبها كثير هالموضوع جربت تطوره شوي وتاخذ بعض الكلمات اللي تعلمتهم من كتب هي قريتهم. جاي، سي كوا ليستوار؟ شو قصة الكتاب؟ عن مين بيحكي؟ عن شو بيحكي؟ كتابك أنت اون افونتور انوبليابل. Une aventure. يعني مغامرة ما بتنتسى. ما بتنتسى. Car vraiment, il y a plein de suspense et de l'action dedans. Et le résumé, un petit résumé, c'était que je pars à un campement. Et quand on est.
La route avait pris 2 heures de temps pour arriver là-bas. Et les maîtrises nous ont demandé d'aller chercher du bois. OK. Quand je suis allée, il y avait un chien. McIntyre, il commence à sa forme. Okay. Ses yeux, ça. Donc, je l'ai suivi. Tu maintenant? Oui. Donc, je l'ai suivi derrière le buisson. OK. Quand je. Vous savez, moi, qu'est-ce Charlotte, au cas d'aventure, ou bel-écrir, chaussard? J'avais vu une petite lumière au fond de la forêt. Donc, je suis partie, j'ai suivi ma route. Et c'était une vieille femme et un vieil homme qui m'ont ouvert la porte, qui grinçaient. Et là-bas, c'était une vraiment. Même dans la maison, c'était une grande aventure qui s'est marquée avec moi. Ou اخر شيء وصلوا اهليك وخلصوك وانبسطنا بس كان في كذا مغامره او كذا هيك مراحل مرقت فيهم بهالقصه قبل ما توصل وهيدا الشيء يعني بده تسلسل افكار كثير كبير وبده منطق كثير كبير يعني وقد هون عم بتخبر انه كل ولد ممكن يتخطى مشاكله أكيد. من خلال هالقصه وهيدا شغله بدها نضوج كثير مراي يعني ما بتحسي انه جاي شوي تفكيرها وتحليلها ونظرتها للحياة أكبر من عمرها بتعيش حتى شو ما تكتب حتى دي بوام تكتب دي بوام بتعيش القصة بتعيش البوام بتعيش اللاتر اللي بدها تكتبها البرودكسيون دو ليكري بتروح يعني دو باج تخوا باج إذا بتعطيها أكثر ما عندها مشكلة يعني بتحب تفوت أكثر بالأفكار تبعها وبالحياة اليومية كيف أو بباقي كمان دروسها مع رفقاتها أكيد كل شيء مقسم لانه الناس بيفكروا انه اذا هالشخص بيقرا كثير او بيكتب كثير او بيدرس كثير معناتها صار منقطع عن العالم يعني هون no, حابين نفسر هالشيء لا عشيه عندها عشيه وقت معين للقرايه بتروح على المدرسه بترجع بتدرس شو عندها اكتيفيتي بتعمل الاكتيفيتي avant de dormir اكيد elle doit lire quelques pages تقرا او تكتب الاشياء اللي مرقت فيها بالنهار اوقات بتخبري اشياء مثل جورنال انتيم يعني اشياء مرقتي فيها بالنهار كل يوم No, مش كل يوم بس حتى. اوقات هيك بيكون في شيء مميز صار معي وبتخبري عنه الكتاب انمضى صح وطبعا هديته لكاتبها المفضل صح. وكتب له عليه كلمه حلوه كثير بس هيدا الكتاب طبعا رح ينباع ولكن عنده قصه ميراي شو رح بيصير الكتاب رح ينطبع رح ينباع بليبراري أنطوان بجميع الفروع تبعيته ما حينباع غالي لحتى لكل أم تقدر تشتري لابنها أو بنتها هالكتاب هيدا إذا بتحبي فينا نقول سعره ميري إيه أكيد سعر 5 دولار بخمسة دولار دولار عم تطلبوا من الناس كانوا يشتروه لسبب واحد وسبب إنساني كتير كبير صح. هو إنه شو جوي Children's Cancer Center. بدك تعطي هالمصريات كله صح كله للChildren's Cancer Center مش صح. معقول يعني شيء بيأثر كثير مين طلع بهالفكرة ميراي؟ هي جوي حبت لأنه كانت ديجا عم تسمع كثير أوقات مشان الشعر إذا واحد كيف بيقدم للولاد اللي معهم كانسير إذا بده يقصوا شعرات ويقدموا لهم شعر وهيك هلا جوي طلعت بالفكرة تبع الكتاب تحل محل مثلا اذا بدها تقص شعراتها او شيء انه تطبع هالكتاب وتبيعه وكل المصاري تبعيتهم تقدم لهم اياها هي كان على بالها تقص شعرها لحتى تعطيهم لا ما على بالها فاستبدلتها بفكره ثانيه بالكتاب جاي رح تكتبي بعد؟ وي بلشتي؟ عندك هيك ديزيدي هلا بدك تكتبيهم؟ مثل شو؟ باغ اكزومبل لا جونيس دي بوبي او مول يعني شو فسرينا ça veut dire comment quand on était petite on cherchait nos poupées avec nous et avec les habits les affaires dans les sacs افكار يعني غريبه بدها تخبر عن البوبيات كيف كنا نشتريهم كيف كنا نلعب فيهم في قصه من وراها ما بنعرف شو هي ميراي بتشجعيها طبعا على هالموضوع اكيد اكيد ولكن أكيد. هل بتشجعيها على اشياء ثانيه او بتتركيها خلص تمشي بهالخط وبس هلا هي ما فيني اجبرها على شيء اذا على بالها تكتب بتركها بالعكس بحب كثير وفخوره فيها انه بتكتب هيك ودجا عندها لي زاكتيفيتي تو يعني فيها تعمل كل شيء ما ولمين هون بالسالون دو ليف مين هون جوي سي لي بيرسون كي سون بارتي
qu'ils étaient choisis pour aller rencontrer. يعني هولي رفقاتك من المدرسة رح تروح لعندهم هلا رح تكمل النهار. ميراي كنت عم تخبريني عن الخط اللي هي ما اخترته، يعني رح تتركيها تكمل بعالم الكتابة وبعالم الأدب؟ إذا عبيلة إيه، بس هي هلا بتفكر إنه إذا بدها تكبر تعمل فيترينير، وهيدي أون بلوس الكتابة لإلها، سو طبيبة بيطرية على كل إن يمكن بعد بكير، ولكن المهم بالموضوع إنه أخذت هالهواية وهالهواية العميقة صح وهالهواية الرائعة. واليوم بالذات كنا عم نحكي عن الكتب، رح بحكي عن كتابك نهار ب ماي سيلكشن. جوي شو رأيك؟ أهلا وسهلا فيكم جوي وميراي، انبسطنا كثير فيكم وبون شانس اليوم لفحص السيانس جوي. ثانك يو. فيني اتشكر بس فوتوغرافير فارتان يلي قدم الطباعة تبع الكتاب، بتشكره كثير. نعم ثانك يو سو ماتش. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا. أنا رح بنتقل لعند ريتا لنشوف إذا بلشوا بالميك اوفر. ريتا هاي رانيا. هاي فيري امبرسيف جوي. عن جد كثير أنا كثير مبسوطة انه تعرفت عليها اليوم لجاي. ريتا وين صرتوا؟ نحن مع جورج مطر هون وسمر معي، رح نبلش بعد البريك رح نحكي مع المشاهدين نخبرهم اكثر شو محضرين لسمر من القص واللون. بلشتوا تعرفوا ما بدكم تعطونا هنت صغيره؟ شيء كثير سبيشل. شيء كثير سبيشل، لكن رح خلي جورج يخبركم اكثر بعد البريك. رح ننطركم ناخذ بريك قصير وبنرجع لعندكم.